إذن مدام هاد الظاهرة كاينة فما تجيوش تحدثونا سيد الوزير عن الجودة وما تجيوش تقراو علينا تقارير دولية وتقول لنا بأن 70% من التلاميذ ما كيعرفوش يقراو ما كيعرفوش الرياضيات وما كيعرفوش العلوم. هاد التلميذ كيقرا في قسم فيه 4 ديال المستويات، ماشي نفس السن وماشي نفس السيكولوجيات وماشي نفس المقررات، كيفاش بغيتي يركز؟ وفي الأخير كيدوز امتحان إشهادي بحال بحال التلميذ ديال المدينة. في أين هو مبدأ تكافؤ الفرص سيد الوزير؟ كتحملوا المسؤولية الأستاذ وكتحملوا مسؤولية التدبير، ما كتوفروا لي لا برامج لا وسائل ديداكتيكية، وفي الأخير كتجيو تحاسبوا معاه على عدم تحقيق الكفايات. الأستاذ في القسم المعترك سيد الوزير كيخدم تقنية التلقين، ما عندوش الوسائل حتى باش يرسم الأشكال الهندسية في السبورة، ما عندوش باش يدير التجارب، حتى من الماركور كيشريه من جيبو. عندنا بناية وحدة كيتناوبوا عليها جوج الأساتذة في 6 ديال المستويات بدون بنية تحتية بدون كهرباء بدون وسائل ديداكتيكية. كيفاش بغيتوا أستاذ عنده مادة فيها 25 دقيقة يفرقها على 4 ديال المستويات؟ إذا وفروا لنا هذا الشيء وحيدوا لنا الأقسام المشتركة وعاد قارنونا بالدول الأجنبية. وتحية للأساتذة من هذا المنبر.